والسلام على رسول الله. الحمد لله، هذا الله سبحانه وتعالى قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. حتى الله سبحانه وتعالى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله من معاصيها. بسبب ذنوبنا ومعاصينا الله سبحانه وتعالى سلط علينا هذا البلاء، فإن شاء الله نرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله شدة وبتزول. ونطلب من أهالي قريتنا وأهالي منطقتنا وجميع المواطنين في الضفة الغربية وفي الأردن في كل مكان نلتزم بالأوامر هذه أو بالتعليمات اللي أعطونا إياها. ممنوع تطلع من الدار، ممنوع كذا، هذه كلها نصائح لمصلحتنا ومصلحة أولادنا ومصلحة عيالنا. وهذا إن شاء الله إن شدة وبتزول، يعني شهر شهرين أسبوع أسبوعين بتمرك إن شاء الله على خير. نشكرهم كل الشكر وجزاهم الله كل الخير، وهذا واجبهم، ما بدهم شكر عليه، لأن هذا هو العمل المطلوب. وكل إنسان مسؤول وكل إنسان واعي لازم يكون على مستوى المسؤولية في هذا المجال، وجزاهم الله كل الخير.